زي ما قلنا عندنا في الجزء بتاع التبريد بنرسم السايكل بتاعتنا على البي اتش دياجرام، عشان بتبقى 3 من الـ4 بروسيس اللي عندي خطوط أفقية ورأسية. طيب البي اتش دياجرام ده بيبقى شكله عامل ازاي؟ طبعا انا كل عنصر بيبقى ليه بي اتش دياجرام، زي ما انا عندي جدول الستيم وجدول للفريون اللي هو ار 134، في عندي بي اتش دياجرام للار 134، ده اللي احنا هنبقى بنستخدمه في مسائل التبريد بتاعتنا. طيب شكلها بيبقى عامل ازاي؟ اول حاجة بيبقى عندي فيه الساتيريشن دوم، او اللي هي خطوط الساتيريشن. خطوط الساتيريشن بيبقى موجود فيها خطوط اكسات اللي هي الدراينس فراكشن، فبتلاقي الاكس 10 20 30 40 بخطوط كده. وعندي ايه كمان؟ عندي خطوط ثبوت التي كونستانت. طبعا التي كونستانت بيبقى الخط شكله عامل كده، لحد ما يخش جوه منطقة الساتوريشن بيبقى خط افقي، لان البي والتي بيبقوا خطوط افقية او بيبقوا على نفس الخط جوه الساتوريشن. عندي كمان الفي كونستانت اللي هي الخطوط الخضراء اللي مايلة بالشكل ده، دي السبيسيفيك فوليوم بتاعتي. وعندي خطوط الاس كونستانت اللي هي الانتروبي بتاعتي ثابته، اللي انا بمثل عليها الايزنتروبيك بروسيس، اللي هي البروسيس بتاعت الانضغاط بتاع الكمبريسور، بتبقى مرسومه المفروض على خط من دول او خط موازي للخطوط ديت. طيب انا عندي كل السكيلز يعني او كل التدريجات، بتلاقي ان هي تدريجات لينير، يعني انا مثلا هنا الاتش اللي هي مرسومه على الخط الافقي المفروض هتلاقيها مثلا 120 130 140 150 وهكذا، والاسات هتلاقي ان هم بيزيدوا برضو بتدريج تقريبا لينير، يعني ممكن تبقى 6 6 ونص، بعدها 7 7 ونص وهكذا. نفس الكلام للفي والاكس، طبعا هتلاقي 10 20 30 لحد 100 طبعا، اللي هو بيبقى الخط بتاع ساتوريتد فيبر، وزيرو اللي هو الساتوريتد ليكويد، ما عدا البي البريشر التدريج بتاعه ما بيبقاش لينير. طب التدريج بتاعه بيبقى ماشي ازاي؟ بيبقى المفروض تدريج لوغاريتميك، بيبقى التدريج بتاعه المفروض تدريج لوغاريتميك او اللي هو لوغاريتمي اللي هو بلوج، فما بيبقاش تدريج يعني زي ما احنا متعودين عليه. طب ده يفرق معايا في ايه؟ يفرق معايا في ان انا وانا بجيب القيم بتاعت اي نقطة من دول، المفروض ان انا مثلا انا عارف عند ضغط قول مثلا 1 بار، هروح عند ضغط 1 بار ارسم خط كده اشوف نقطة وليكن نقطة 1 اللي عندي هتبقى واقعة على الخط ده. طيب بعد كده انا عايز اشوف نقطة 2 فين، فنقطة 2 المفروض ان هي عند ضغط مختلف بثبوت الاس، فالمفروض تبقى بخط زي كده، خط اللي هو ثبوت الاس، خط موازي ليه كده، بتقطع البريشر بتاعي اللي هو النقطة دي. فانا هروح المفروض عند ثبوت الاس اقاطع خط الضغط بتاعي. احيانا بحتاج ان انا اعمل انتربوليشن، ممكن اعمل انتربوليشن بين النقطة اللي هنا دي علشان اشوفها بين انهي خطين اس واجيب قيمتها. الانتربوليشن ده المفروض ان هو لينير عشان القيم دي ماشية لينير، لكن لو انا هعمل انتربوليشن للبريشر، يعني انا عايز اجيب مثلا عندي ضغط 1 بار وعندي ضغط 2 بار وعايز اجيب نقطة في النص هنا، ما ينفعش اعمل انتربوليشن بالشكل اللينير بتاعنا. طب بعمل انتربوليشن ده ازاي؟ انا عندي هنا مثلا ده شكل الضغوط، ممكن تبقى دي ضغط انا عارفه او موجود عندي في الجدول في الخريطة، وده كمان ضغط موجود في الخريطة، وانا عايز اللي في النص هنا ده، فبقيس بالمسطرة المسافة دي واسميها اكس، وبقيس المسافة دي واسميها ال، واقول والله اكس على ال بتساوي لوج بي اكس على بي اي ناقص لوج بي بي على بي اي. فده هو اللوجاريتميك انتربوليشن او الانتربوليشن اللوغاريتمي، بستخدمه مع الضغوط علشان زي ما قلنا خط الضغط عندي ما بيبقاش متدرج تدريج لينير. تعالوا نشوف كده شكل الخريطة بتاعتنا عامل ازاي. دي الخريطة المفروض اهي، زي ما قلنا هتلاقي الاتشات اللي هي الانثالبي هي اللي ماشية تحت دي 140 160 180 وانت ماشي، دي الاتش. طيب الساتيريشن فين؟ الساتيريشن هو الخط الاسود ده كده واللي ماشي كده، يبقى ده خط الساتيريشن اللي عندي. وهتلاقي الخطوط السوداء اللي نازلة دي هي الاكسات،
هتلاقي الاكس ب 10 20 30 لحد 90، وطبعا 100 هيبقى هو الخط ده. فدي خطوط الاكس اللي عندي. الخطوط بتاعت الفوليوم اللي هي الخضراء زي ما قلنا بتبقى ماشية بالشكل ده. الحمراء دي خطوط ثبوت التي، فهتلاقي التي عندك اهي سالب 40 سالب 30 سالب 20 وهكذا. وطبعا زي ما قلنا التي هنا سالب 30، هفضل خط مستقيم، التي بتفضل سالب 30 على الخط ده جوه الساتيوريشن. اخر خطوط عندي اللي هي خطوط الاس اللي هي الزرقاء اللي بتبقى ماشية بالشكل ده كده. وعندي البريشر، نبص بقى على تدريج البريشر هتلاقيه مش ماشي زي ما احنا متوقعين، يعني مش هيبقى مثلا واحد بعدها اتنين بعدها تلاتة بنسب او بشكل مظبوط، لا ده هو هنا ماشي بدالة لوج، فعشان كده بتلاقي المسافات بتاعته بتتغير بالشكل ده. علشان كده قلنا لو انا عندي نقطة في النص هنا ما ينفعش اعمل انتربوليشن لينير، لان المسافات دي مش زي بعضها. بعمل انتربوليشن بان انا بقيس المسافات، المسافة دي مثلا اللي هي دي وليكن اكس، والمسافة الكبيرة اللي هي هنسميها ال، وهعمل الانتربوليشن اكس على ال باللوج اللي هو لوج بي اكس على بي واحد على لوج بي اتنين على بي واحد. فكده اقدر اجيب القيم بتاعتي. طبعا الخريطة لو احنا استخدمناها في السايكل بتاعت الريفريجريشن بتبقى سهلة جدا، بتخلي الموضوع ما ياخدش معايا وقت قوي، بس هي مشكلتها ان القيم ممكن ما تبقاش مظبوطة زي ما اكون بستخدم الجداول، لان انا في الغالب بحتاج اعمل انتربوليشن بين الخطوط دي، فبحتاج اقيس مسافات بالمسطرة واعمل الانتربوليشن بيها. هنشوف في مسألة من مسائل الشيت ازاي بنستخدم ال بي اتش دياجرام علشان نحل. خلينا نشوف كده اول مسألة في الشيت. اول مسألة بتقول لي ريفريجريتور يوزز R134 مش 143 A as a working fluid. فأنا عارف إن الجداول بتاعتي هي جداول ال R134 أو الخريطة بتاعت ال R134. Ideal refrigeration cycle ما بين ضغط 12 من 100 و1 ميجا باسكال. ده الضغط القليل اللي هو ضغط الإيفابوريتور، وده الضغط الكبير اللي هو ضغط الكوندنسر. طيب مديني الماس فلو ريت M دوت، وبيقول لي ارسم السايكل على تي اس دياجرام، وهات لي ريت اوف هيت ريموفال من الريفريجريتد سبيس، دي اللي هي ايه؟ اللي هي الكيو ال. طيب والباور انبوت بتاع الكمبريسور ده الدبليو ان، والهيت ريجكشن انتو ذا انفايرمنت دي اللي هي الكيو اتش او الكيو اللي بتطلع من الكوندنسر، والكوفيشنت اوف بيرفورمانس اند ذا ماكسيمم سايكل بيرفورمانس سي او بي والماكسيمم سي او بي. طبعا الماكسيمم بتاع اي سايكل هو الكارنوت، يعني انا عندي كان الماكسيمم افيشنسي هي كارنوت افيشنسي، هنا الماكسيمم افيشنسي او سي او بي بتاع السايكل هو كارنوت سي او بي، وده هنبقى بنحسبه، هنشوف بنحسبه ازاي. اخر حاجه الكواليتي بتاع الريفريجرانت ات ذا اند اوف ذا ثروتلينج، يعني عند النقطه اللي هي المفروض بتبقى خارجه من الثروتل فالف الاتش اللي بتبقى في النص هنا، عايز يحسب الاتش بتاعتها بكام. خلينا اوريكم شكلها على السايكل. المفروض النقطه اللي هي دي 4، عايز يحسب ال H بتاعها بكام. طيب تعالوا نشوف كده الحل. آخر حاجة عايز ال quality بتاعة ال refrigerant at the end of the throttling، يعني عايز نقطة 4 دي عايز يعرف ال X بتاعتها بكام. طيب أنا عندي من السايكل بتاعتي طبعا من 1 ل 2 ده ايزنتروبيك كومبريشن بتاع الكمبريسور، من 2 ل 3 هيت ريجكشن اللي هي كيو اتش في الكوندنسر، و3 ساتوريتد ليكويد. طالما ايديال سايكل ما قاليش اي حاجه مختلفه يبقى انا برسم السايكل بالشكل ده، من 3 ل 4 دي اللي هي الثروتلينج، ومن 4 ل 1 برجع تاني بالكيو ال اللي هي الايفابوريتور. هو مديني الضغوط ومديني الام دوت. ببدأ السايكل بتاعتي من عند نقطة 1، نقطة 1 دي المفروض إن هي عند ضغط 120 كيلو باسكال اللي هو 12 من 100 ميجا باسكال، فالمفروض إن أنا بروح الجداول عند ضغط 120 كيلو باسكال، ونقطة 1 دي المفروض إن هي ساتيوريتد فيبر، فبجيب له من هنا إيه؟ بجيب له اتش جي بتاعت النقطة دي، وتبقى دي هي الاتش بتاعتي. وبجيب معايا كمان اس جي علشان المفروض ان الاس واحد بتساوي
S2، يبقى أنا كده جبت H1 وجبت S1. طيب S1 بتساوي S2، واتنين دي ضغطها عند المفروض 1 ميجا باسكال، يعني 1000 كيلو باسكال. فأنا عارف الضغط وعارف الإس، هروح الجداول المفروض بتاعة السوبر هيت. يبقى أنا من الجدول هنا، ده كان جدول الساتيريشن، هروح للسوبر هيت عند 1 ميجا باسكال. 1 ميجا باسكال أهو، والمفروض إن أنا أدور على الإس اللي قيمتها بتساوي 0.947، فهلاقي عندي 0.95 و0.91، يعني أنا المفروض بين القيمتين دول هعمل interpolation علشان أجيب ال H بتاعتي تبقى دي H2. عملت interpolation طلعت H2. طيب بعد كده H3 saturated liquid عند ضغط الكوندنسر، يبقى بروح جدول الساتيريشن عند ضغط الكوندنسر اللي هو 1000 كيلو باسكال ده، وبجيب ايه؟ بجيب له اتش اف بتاعت النقطة دي. يبقى انا هنا نقطة 3 عندي هجيب لها اتش اف من الجدول، وطبعا نقطة 4 اتش 3 بتساوي اتش 4، فانا على طول بقى معايا اتش 4. اول مطلوب كان عايز الريت اوف هيت ريموفال اللي هي الكيو ال. الكيو ال هنا بتحصل فين؟ بتحصل في الجزء ده من السايكل من 4 لـ1، فهقول له والله الكيو ال هي اتش 1 ناقص اتش 4. طب ما هو مديني الام دوت وعايز الريت اوف هيت ريموفال، يعني عايز كيو دوت، فكيو دوت هضرب ام دوت في اتش 1 ناقص اتش 4. طيب عايز الباور بتاع الكمبريسور، الورك بتاع الكمبريسور عندي المفروض هو من 1 لـ2، فهقول له والله ورك الكمبريسور اتش 2 ناقص اتش 1، هضربه في ام دوت عشان اجيب الباور ال W دوت. ريت اوف هيت ريجكشن اللي هي الكيو اتش، الكيو اتش عندي بتحصل من 2 ل 3، فهقول له والله اتش 2 ناقص اتش 3، وبرضه اضربها في الام دوت. طب السي او بي بتاعنا دي المفروض ان هي ريفريجريتور او ثلاجه، فهو كيو اي او كيو ايفابوريتور او احنا بنقول عليها كيو ال على الدبليو، فكيو ال دوت على الدبليو دوت ده هو السي او بي بتاعي. طيب الماكسيمم سي او بي، الماكسيمم سي او بي اللي هو كارنوت سي او بي، كارنوت سي او بي المفروض ان هي بتعتمد على التي ال والتي اتش، اقل درجه حراره واعلى درجه حراره. طيب هو هنا ما ادانيش اتهات، بس انا عارف البريشر اللي هو ده 100 كيلو 120 كيلو باسكال، والبريشر ده 1000 كيلو باسكال. اقل درجة حرارة عندي هي درجة حرارة نقطة 4 او نقطة 1 اللي هي التي اللي هنا دي، فدي ممكن اجيبها من 120 كيلو باسكال من جدول الساتوريشن. يبقى 120 كيلو باسكال درجة الحرارة سالب 22 و32 سيليزيوس. طيب اعلى درجة حرارة عندي هنا فين؟ اعلى درجة حرارة هي نقطة 2 دي، نقطة 2 دي انا جبت الخواص بتاعتها من السوبر هيت عند ضغط 1، عند ضغط 1 ميجا باسكال، ولقيتها المفروض نقطة بين النقطتين دول، فهعمل انتربوليشن تاني وهجيب الدرجة الحرارة هنا اللي هي تبقى بين 40 و50، تبقى تقريبا نقول مثلا 45. يبقى انا كده معايا ال TL ومعايا ال TH 39 طلعت بالانتربوليشن. يبقى كده انا عرفت درجات الحرارة بتاعتي، بحولها بس للكلفن علشان المفروض كارنوت بنعوض بالابسوليوت تمبريتشر اللي هي الكلفن. طيب كفاءة كارنوت دي كانت المفروض بتساوي ايه؟ انا عارف انه كفاءة كارنوت، خليني اكتب لكم كده، او الكفاءة عموما هي كيو ال على ال W، صح كده؟ طيب كيو ال على ال W خلينا نكتبها، كيو ال على W ان، W ان ده المفروض ان هو بيساوي كيو اتش ناقص كيو ال من شكل الديفايس بتاعنا اللي هو ريفريجريتور. ده كده الكيو الكفاءة بتاعتي او السي او بي بتاعتي، كيو ال على كيو اتش ناقص كيو ال اللي هو دبليو ان. لو انا قسمت بسط ومقام على كيو ال هتبقى 1 على كيو اتش على كيو ال ناقص 1، قسمت فوق على كيو ال فبقت بواحد، وقسمت تحت على كيو
ال ووزعتها فبقى كيو اتش على كيو ال ناقص واحد. ده كده الكفاءة بتاعتي بتاعت الريفريجريتور دي، ممكن اعوض بيها في اي مسألة والقانون ده شغال معايا. طيب لو عايزين نحسب بقى الكفاءة بتاعت كارنوت، الكفاءة بتاعت كارنوت كان احنا بنشيل كيو على كيو ونحط تي على تي، يبقى هتلاقي ان الكفاءة بتاعت كارنوت واحد ناقص او واحد على تي اتش على تي ال ناقص واحد، بعوض هنا بالتيهات بدل كيوهات كنسبة، فتطلع لي كفاءة كارنوت 4.6. الكفاءة اللي انا مطلعها بكام؟ 2.9 تقريبا 3. كارنوت دايما هتبقى اكبر من القيمة اللي انا مطلعها، لان زي ما قلنا دي القيمة المثالية او الحاجة الايديال اللي انا مقدرش اعلى عنها. طيب اخر حاجة في المسألة بيقول لي عايز الاكس بتاعت نقطة 4. نقطة 4 دي انا عارف الاتش بتاعتها، لان اتش 3 بتساوي اتش 4، ولو عايز احسب الاكس بتاعت اي نقطة فهي المفروض اتش اف زائد اكس في اتش اف جي، اقدر من المعادلة دي اطلع الاكس. انا محتاج بس نقطة 4 دي اجيب عندها اتش اف واتش اف جي. طب نقطة 4 دي مكانها فين؟ عند ضغط الايفابوريتور المفروض هجيب اتش اف واتش اف جي من جدول الساتيوريشن، يبقى انا هروح جدول الساتيوريشن عند ضغط 120 هجيب له اتش اف وهجيب له اتش اف جي، اتش اف جي اللي هي دي. جبت القيمتين دول هروح اعوض بيهم هنا في القانون بمعلوميه اتش 4 طبعا، لان انا جبتها وانا بعمل اناليسز للسايكل، يبقى هيطلع لي الاكس او الدراينس فراكشن بتاع نقطه 4. طيب تعالوا نشوف بقى السايكل دي على البي اتش دايجرام ممكن نعملها ازاي. اول حاجه انا عندي ده الضغوط، هو مديني الضغط الاولاني 120 كيلو باسكال، والضغط الثاني مديهولي ب 1000 كيلو باسكال. انا عندي الضغوط هنا مبدئيا بالبار فلازم احول، فهتلاقي انه والله ال 120 كيلو باسكال دول المفروض 1.2 بار، يعني هيبقى مكانه هنا كده، ده الضغط الاولاني عندي. طيب والضغط الثاني 1 ميجا باسكال يعني 10 بار، يعني هو الضغط اللي موجود هنا ده. طيب نقطة واحد احنا قلنا هي بتبقى saturated vapor عند الضغط اللي هو 1.2 اللي هنا ده، فهجيبها ازاي؟ هرسم خط مستقيم من عند الضغط بتاعي يقطع الساتيوريشن لاين الاسود ده في نقطة واحد اللي هنا دي، ودي هتبقى هي نقطة واحد. طب انا عايز اجيب اتش واحد، هجيبها ازاي؟ هنزل بخط مستقيم كده على التدريج اللي تحت عندي، وهلاقي ان والله اتش واحد تقريبا يعني 380. طيب تعالوا نشوف اتش واحد احنا كنا طلعناها بكام في المسألة. اتش واحد هتلاقيها 236. طب ما دي قيمة مختلفة عن اللي احنا طلعناه، هنلاقي انه القيم ممكن تبقى مختلفة بس الفروقات بينهم اللي هي الدلتا اتش ودي اللي تهمني هتبقى مظبوطة. يعني هطلع نقطة واحد واثنين وثلاثة واربعة ممكن كقيم يبقوا مختلفين، بس الدلتا اتش بينهم اللي هي تهمني، لان مثلا دلتا اتش من واحد لاثنين ده اللي هو الدبليو ان، هتلاقي ان هو مظبوط. نفس الكلام دلتا اتش من اثنين لثلاثة هي هي، ممكن قيمة 2 وقيمة 3 اختلفت علشان التدريج مختلف، بس القيم بتبقى هي هي، او الدلتا اتش بتاعتي اللي هي الكيو والدبليو اللي انا عايز احسبهم بتبقى هي هي. طيب دي كده نقطة واحد. نقطة اتنين المفروض من واحد ساتيوريتد فيبر لاتنين الاس ثابتة، يعني المفروض اس واحد بتساوي اس اتنين. طب خطوط ثبوت الاس هنا فين؟ هي الخطوط اللي ماشية دي كده، اللي هي عندي ده 1.8، ده 1.75، فالمفروض ان انا من نقطة واحد دي ارسم خط موازي للخط الازرق ده. طب ارسمه لحد فين؟ ارسمه لحد ضغط الكوندنسر، ضغط الكوندنسر عند 10، فبالتالي همشي بخط كده يقطع عند النقطة 2 دي. طيب عايز احسب اتش 2، هنزل منها بخط فيرتيكال بالشكل ده خط عمودي، الاقي اتش 2 تقريبا 420 او 430، يبقى انا كده حسبت اتش 1 واتش 2. طيب
نقطة تلاتة ساتيوريتد ليكويد عند نفس الضغط، يبقى عند نفس الخط ده كده ساتيوريتد ليكويد، هشوف بيقطع الخط بتاع الساتيوريشن فين، يبقى دي ساتيوريتد ليكويد. هنزل ببرضو خط عمودي كده، يبقى دي اتش تلاتة اللي عندي. طب اتش تلاتة بتساوي اتش اربعة، يبقى نقطة اربعة مكانها هنا. طب هي فين على الخط العمودي ده؟ هي المفروض بتتقاطع مع الضغط بتاع الايفابوريتور، فمكانها هيبقى هنا كده، و اتش 3 طبعا بتساوي اتش 4. يبقى انا كده جبت الاتشات اللي عندي من على الخريطة. تعالوا نشوف كده، اتش 3 بتساوي اتش 4 بتساوي 255 تقريبا، زي ما احنا طلعناها من على الرسم. هحسب بقى الكيو دوت بتاع اللي هي من 4 ل 1، اقول اتش 1 ناقص اتش 4 مضروبة في 5% اللي هي الام دوت، هتلاقيها 6.5 كيلو وات. تعالوا بقى نشوف الكيو دوت هنا احنا طلعناها كام، 6.48 اللي هي تقريبا 6.5، فبالتالي الدلتا مظبوطة، ممكن القيم مختلفة بس الدلتا مظبوطة. طب الدبليو دوت بتاع الكمبريسور اتش 2 ناقص اتش 1 مضروب في الام دوت 2.25، نشوف احنا ما حسبناه من الجدول كان 2.2، برضو القيمة قريبة قوي منها. الكيو دوت بتاعت الكوندنسر اللي هي الكيو ان هتبقى ام دوت في اتش 2 ناقص اتش 3، تطلع برضو رقم قريب من اللي احنا طلعناه. والسي او بي كانت فوق 2.6 تقريبا او 2.9، هتلاقيها هنا 2.8 اللي هي كيو ال او كيو ايفابوريتور على دبليو دوت بتاع الكمبريسور، فدي سي او بي اللي عندي. طيب لو هو عايزين نشوف اخر مطلوب عندنا اللي هو كان بيحسب الاكس بتاعت نقطة اربعة، نقطة اربعة دي مكانها فين؟ هنا اهي. طب الاكس بتاعتها كام؟ الاكس بتاعتها المفروض ان هي بتقاطع خط الاكس ده عند تقريبا 4. طبعا لو انا بصيت كويس قوي على نقطة اربعة هتلاقيها ممكن تكون مترحلة قبل الاربعة من عشرة شوية او بعدها شوية، بس احنا للتقريب هنقول ان هي مثلا اكس هنا باربعة من عشرة، احنا طلعناها 0.39 اللي هي تقريبا نفس القيمة اللي عندنا. يبقى ده كده شكل البي اتش دياجرام اللي عندي، برسم عليها السايكل بالشكل اللي احنا قلنا عليه ده، بشوف البريشرز اللي عندي، الضغط الاقل بتاع الايفابوريتور والضغط الاكبر بتاع الكوندنسر، برسم الخطوط بتاعتهم الافقية كده، واشوف نقطة واحد ببدأ بيها اللي هي بتقاطع الساتيوريشن لاين فتبقى اس جي، بعد كده بشوف خطوط الاس وارسم خط موازي ليهم علشان اجيب نقطة اتنين اللي هي هتبقى بتقاطع ضغط الكوندنسر. طب انا عندي هنا النقطة دي المفروض هي بين خطين، الاس دي لو انا عايز احسبها هحسبها بكام؟ انا في الحقيقة مش لازم احسبها، يعني مش لازم اعرف الاس دي بكام، لان انا مجرد ما ارسم الخط ده وقاطع هنا انا عايز اجيب الاتش، هنزل بخط عمودي واجيب الاتش، مش محتاج ان انا اعرف قيمة الاس دي بكام. طب لو انا عايز اعرفها هحتاج ان انا اعمل انتربوليشن ما بين الخطوط دي، هعمل ده ازاي؟ بشوف المسافة العمودية اللي بين الخط ده اقيسها بالمسطرة، والمسافة اللي بين الخطين دول اللي هو خط الاس والخط اللي بعده واقيسها برضو بالمسطرة، واقول والله المسافة دي على المسافة الكبيرة بتساوي اس اللي انا عايزها ناقص اس دي على اس اللي هنا ناقص اس دي، برضو انتربوليشن زي اللي احنا بنعمله من الجدول، بس الفرق ان انا بحتاج اقيس القيم دي كمسافات علشان اعمل الانتربوليشن بتاعها، زي ما كنا بنعمل لو احنا عايزين نجيب الضغط اللي هنا عند نقطة معينة. لو انا عندي ضغط عايز اعرفه عند نقطة معينة علشان اعمل الانتربوليشن ده، بعمله بان انا بقيس المسافة دي وبعدين اقيس المسافة الكبيرة اللي بين الاتنين، وبعمل الانتربوليشن بتاعي لوجاريتميك او لوغاريتمي ما بين القيم دي، هقول الاكس على ال بتساوي لوج البريشر ده على 2 على لوج 3 على 2، وبكده ابقى جبت البي المتوسط اللي هنا ده. طيب انا لو عايز اوقع النقطة اللي هي الضغط 1.2 في المسافة ما بين 1 و2، المفروض اعمل ده ازاي؟ انا عندي المفروض هي تقريبا في الحتة دي كده، بس كام بالظبط انا مش عارف. طيب يبقى انا دلوقتي عندي هنا الضغط 1.2،
ده الضغط اللي انا عايز احدد مكانه فين هنا بالظبط. وعندي المسافة دي هنسميها وليكن اكس، وعندي المسافة الكبيرة اللي بين الاتنين خلينا نسميها ال. انا عايز اعرف الاكس دي بكام علشان احط النقطة دي صح وارسم الخط بتاعي مظبوط. هو طبعا لو التدريج ده كان لينير فالمفروض لو مثلا الحتة دي 10 سنتي فالواحد واتنين من عشرة دي هتبقى عند 2 سنتي، يعني انا بقسمها كتدريج لينير. لكن التدريج هنا مش لينير، التدريج زي ما قلنا هو لوغاريتمي، فبالتالي محتاج اعمل الانتربوليشن اللي احنا قلنا عليه علشان اجيب قيمة الاكس دي. طيب بنعمل ده ازاي؟ بقول والله اكس اللي انا عايز اعرفها دي على ال، والال دي بقيسها بالمسطرة، بيساوي لوج للضغط ده اللي هو 1.2 على 1، الضغط اللي انا واقف عنده على الضغط اللي تحت ده، على لوج 2 على 1، يبقى على اللوج بتاع المسافة الكبيرة 2 على 1، يعني هيبقى عندي لوج 1.2 على لوج 2. هتلاقي انه المسافة دي او النسبة دي طلعت معايا برقم، لما اضربه في ال هيطلع لي الطول بتاع الاكس دي بالسنتي. فلو مثلا دي 5 سنتي هضربها في النسبة اللي طلعت هنا هتلاقي الرقم ده يطلع معاك مثلا 1 سنتي او 1.25، فتقيس 1.25 سنتي ويبقى عندهم دي النقطة اللي هي 1.2 بار، ده الضغط اللي انا المفروض شغال من عنده، وده اللي هشد من عنده خط علشان اجيب السايكل بتاعتي او علشان اجيب النقطة اللي هي نقطة 1 عندي. دي كده البي اتش دياجرام لو احنا استخدمناها في المسائل او لو احنا احتاجنا نحل مسألة بيها.